وللمزيد من الحديث عن استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي ومعاناة اليمنيين بعد تزايد مصاعب الحياة في اليمن بسبب تلك الحرب، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني السيد ياسين التميمي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، تحية لكم وللمشاهدين. حياكم الله. أكثر من 3500 جريمة وانتهاك في محافظة إب وحدها بين عامي 2020 و2023، ماذا عن باقي المحافظات؟ المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي هي محافظات تخضع للقمع المستمر اليومي تقريبا، وهو قمع متعدد الأبعاد. هناك قمع على أساس طائفي، هناك انتهاك لحرية الأشخاص، هناك اعتقالات، وهناك تغييب، وهناك تعذيب، وهناك قتل بواسطة القنص، وهناك اعتداء على الممتلكات. وآخره مثلا في إب كان هناك مجمع للسلفيين تم السيطرة فيه، 400 طالب تم إخراج الطلاب من هذا المجمع والاستفادة من كل محتويات هذا المجمع ومصادرته، وإقامة مخيم صيفي للتثقيف في مدينة يعني مختلفة كليا مذهبيا عن جماعة الحوثي، وهم يريدون فرض نمط واحد وثقافة واحدة وتطييف المجتمع في حقيقة الأمر. دوافع الحوثيين للسيطرة على الشعب اليمني تجعلهم يرتكبون كل هذه الجرائم، تجنيد الأطفال أيضا، القتل دون سبب، ليس هناك محاكمات وليس هناك عدالة في الحقيقة، هناك هيمنة مطلقة وهناك تعسف وهناك ظلم لا حدود له في الحقيقة تمارسه جماعة الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها. هناك استمرار لهذه الانتهاكات رغم التفاهمات السعودية الإيرانية بالرعاية الصينية، هل ثمت علاقة؟ توقع بعض المراقبين أن تهدأ الأمور قليلا أو أن يعني توقف الميليشيا انتهاكاتها. لا أعتقد ذلك. طبعا المسألة ليس لها علاقة بالتفاهمات، ربما الأمر يتعلق بالحرب العابرة للحدود، بخفض كم يعني مستوى المواجهات المسلحة الشاملة، لكن هذه المواجهات في الحقيقة على الأرض مستمرة، الانتهاكات، القنص، إغلاق الطرق، التضييق على الناس من خلال فرض الحصار على التجمعات السكانية كما هو الحال بالنسبة لمحافظة تعز، استمرار القتال أيضا في الجبهات. أعتقد كل شيء لم يتوقف نتيجة لهذه التفاهمات. كل ما في الأمر أن جماعة الحوثي حصلت على مزايا إضافية نتيجة استمرار الهدنة، والهدنة حتى المجتمع الدولي يعرف أنها جملة مزايا تمنح للحوثيين في مقابل أن الحرب لا تأخذ الرعاية الإقليمية. هذا كل ما في الأمر. لكن على ذلك أعتقد على المستوى المحلي كل مظاهر الحرب والعنف والانفلات قائمة على الأرض، والحوثيون يمارسون كل هذا التعنت وكل هذا العنف والتجاوزات بحق اليمنيين دون حساب. نعم. هل تعتقد أن التحالف الدولي الذي خفف من حملاته لقمع هذه الانتهاكات لميليشيا الحوثي قادر على إعادة قدراته وقواته من أجل السيطرة مجددا على المناطق التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها ميليشيا الحوثي؟ هذه المسألة مرتبطة بنية التحالف يعني فعلا للجوء إلى خيار الحرب، وإن كان طبعا كل المؤشرات تقول بأن خيار الحرب تقريبا توقف، لكن كما تعلمون الجيش الوطني والمقاومة هي موجودة في الخنادق وموجودة في الجبهات والاشتباكات مستمرة، وإذا ما حتى الأمر لا يحتاج أعتقد لتدخل الطيران، طيران التحالف يحتاج فقط بس يعني منح القوات التي تواجه الحوثيين الإمكانيات العسكرية اللازمة ويعني الكفاية اللازمة من الخط الناري الذي يتيح للقوات المواجهة للحوثيين، ليس فقط للدفاع عن التجمعات السكانية ومنع الحوثيين من التقدم، لا بل خوض مواجهة طويلة الأمد ودحر الحوثيين وإخراجهم حتى من صنعاء. الأمر له علاقة بالإمكانيات العسكرية، وهذا الأمر رأيناه خلال الفترة الماضية، هناك استعداد كامل للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية لمواجهة الحوثيين. الحوثيين ليسوا بتلك القوة، وكل ما في الأمر أن لديهم فقط أسلحة تصل إليهم من إيران عن طريق البحر الأحمر ومناطق أخرى، بينما يحرم الجيش الوطني في الحصول على ما يستحقه من إمكانيات عسكرية لمواجهة الحوثيين وهزيمتهم. نعم. داخليا في ظل استمرار هذه الانتهاكات والجرائم لميليشيا الحوثي والجلوس على طاولة واحدة معها
والشراكة في حكم اليمن، كيف تنظرون الآن إلى هذه المسألة؟ طبعا المؤشرات التي أمامنا تقول بأن التفاهمات مع الحوثيين تمضي بهذا الطريق، أنه بقاء الحوثيين شركاء في حكم اليمن، لكن هذا الأمر ما لم يتعزز بالقوة بحيث أنه لا يبقى الحوثيون بإمكانياتهم العسكرية في مفاوضات، بطبيعة الحال لن يلتزموا بنتائجها ولا بمقرراتها طالما لديهم القوة الكاملة لتغيير قواعد اللعبة، يعني تقويض كل ما تم الاتفاق عليه. إذا لم تكن هناك وإذا لم يتوفر الردع العسكري لجماعة الحوثي، فأعتقد أنها لن تخضع للسلام ولن تذهب إلى مفاوضات مع الجانب اليمني. هي في الحقيقة تهرب باستمرار من هذا الالتزام، وتريد أن تحصل على أكبر قدر من المكاسب من خلال ما يسمى بإجراءات بناء الثقة، وهذه المكاسب تحصل عليها من المجتمع الدولي ومن التحالف، وتفرض في الحقيقة على السلطة الشرعية بضغط من التحالف ومن المجتمع الدولي. وعندما يطلب من الحوثيين أن يذهبوا إلى طاولة الحوار مع بقية الأطراف اليمنية يرفضون ذلك ويقولون نحن لن نتفاوض إلا مع المملكة العربية السعودية، يتجنبون الذهاب إلى الأطراف اليمنية لأن هذه هي العقدة التي يتهرب منها الحوثيون. ولهذا أنا أعتقد الأمور ستبقى على ما هي عليه، إما أن يحصل الحوثيين على ما يريدوا، وإما أن يجبروا على الذهاب إلى محادثات يتم من خلالها تحقيق السلام بشكل متكامل. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي.